بتلاقي النتيجه المحاصره دي. اللي عايز اقوله بقى هنا صن داونز احنا عدينا بس مش هي دي البطوله. ده حقيقي. النادي الاهلي لا يحتفل بمباراه. احنا خلصنا، دي كانت عقبه في طريق البطوله، لكن مش عايزين نستنفذ طاقتنا وفرحتنا خالص. النادي الاهلي لا يفرح الا بالكاس، لا يفرح الا بالتتويج ان شاء الله. النادي الاهلي دايما مكانه هو منصه التتويج، اي شيء غير كده مش مكان النادي الاهلي. هي هو ده اللي انا عايز اوصله، هي دي الرساله اللي انا عايز اوصلها. شايف تصريحات اللعيبه طبعا فرح حقهم ان هم يفرحوا، لانهم كان الرد سريع جدا ما بين نفس الدور كمان نفس الدور ونفس الشكل ونفس الملعب ونفس الملعب نفس ونفس الظروف ونفس الاجواء. يعتبر في لعيبه برضو عاصره المباراه اللي فاتت معظم على فكره معظم. فانت بتتكلم طبعا حقك انك تفرح، لكن خلاص خلصت الامور انتهت. عندك دوري وعند دوري مهم بغض النظر اي حد ممكن يصدر ليك فكره ان الدوري مش مهم. لا لسه. او الدوري انتهى. لا لسه الدوري ما انتهاش او الدوري ضعيف. ده دايما بقوله اللي لو بصيت على بيراميدز اللي وصل نص نهائي الكونفدراليه، المصري لسه خارج من دور الثمانيه، النادي الاهلي وصل نص نهائي افريقيا، النادي الزمالك وصل نهائي افريقيا، بتتكلم في الاسماعيلي في البطوله العربيه. فانت بتتكلم في خمس فرق واصلين مراحل متقدمه في كل البطولات اللي بيشكوا فيها، وتلاقي ناس بتصدر لك فكره تقول لك الاصل الدوري ضعيف. لا، النادي الاهلي اللي قوي، فرق كبير جدا ما بين الاثنين. الدوري مش ضعيف، عدد لك خمس فرق انت واحد منهم واصلين وبتكسب الفرق دي كلها في الدوري المحلي وبفرق بنقاط كبيره وبتكسبهم. فما تخليش حد يصدر لك فكره انت او جماهيرك او لعيبتك انك بتكسب او بتعمل النتائج دي في الدوري لضعف المنافسين. لا، ده لترتيباتك واعدادك وقوتك انت اللي لابد انك الناس لازم تعترف بيها. طيب اليوب ادجي كان ليه تصريحات مهمه جدا بعد الماتش طبعا، والنهارده الكل تناول هذه التصريحات لان التصريحات رايحه في اكتر من اتجاه، لكن في تصريح كان مهم جدا في وسط الكلام، اتكلم عن قيمه الاهلي واهميه الفوز بالبطوله الافريقيه وجماهير النادي الاهلي، ولعيب لسه انت بتتكلم في ايام قليله او شهور قليله جوه النادي الاهلي. طبعا هي دي القيمه. رصدت ازاي التصريح ده؟ دي قيمه النادي الاهلي، قيمه النادي الاهلي اللي بيعرفها اي حد بره النادي الاهلي، ما بالك انه اي طرف من اطراف المنظومه بترس من تروس المنظومه وبيدخل بيشوف الامور ماشيه ازاي، بيشوف دولاب البطولات عامل ازاي، بيشوف التاريخ عامل ازاي. لا، مع احترامنا الكامل لكل الفرق اللي وصلت، وهم فرق ابطال في الاول وفي الاخر وتوج بالبطوله ديت ولهم باع في البطولات الافريقيه، لكن النادي الاهلي ده اللي بيقوله اليو بادجي. مع احترامنا الكامل احنا لابد ان احنا نتعامل باحنا النادي الاهلي، مش احنا النادي الاهلي احنا نركن مثلا او نريح مثلا. لا، احنا النادي الاهلي اللي لابد اللي يظهر بالشكل اللي يليق بالنادي الاهلي، اللي يليق بالاكثر تتويجا، اللي بيليق بالاكثر جاهزيه، بالاعلى تسويقيه. حاجات كتير جدا بتقول ان انت المفروض ولازم في اي بطوله انت بتدخلها انت المرشح الاول هو النادي الاهلي. ده مش مجرد كلام للاستهلاك زي ما بقول لك، كل حاجه كل العوامل بتقول كده، كل العوامل تاريخيا حاضر تاريخ حاضر مستقبل، انت لابد انك هو ده الاطار اللي انت بتتحرك فيه دايما. اكيد. طيب برضو علي معلول لما اتكلم عن الدوري العام وخلاص داخلين على مشوار الدوري العام وقال دوري تاريخي طبعا. عايزين نعمل دوري تاريخي، دي عقليه اللاعب المحترف اللي انت بتشوفه بيظهر في الاوقات دايما. علي معلول بيظهر في الاوقات اللي تحس انها حاسمه دايما. هو ده، وهي دي النوعيات اللي بتفرق النادي الاهلي عن انديه تانية، انك عندك نوعيات زي علي معلول، عندك نوعيات على فكره زي اليو بادجي، عندك زي عمرو السوليه، عندك لعيبه لعيبه كتير النوعيات اللي تقدر معنى وجودها في النادي الاهلي. وخاصه لما تتكلم بقى على الدوري تيجي تقول انت حققت 16 فوز متتالي، وان الجماهير المنافس الاول ليك او مسؤولين حتى المنافس الاول ليك بيصدروا فكره الدوري انتهى، وحتى مباراه القمه بالنسبه لي مش مهمه. كل الكلام ده لو سبته انت كلاعب او سبته انت كمدرب او سبته انت كمسؤول يتسرب للعبتك انت، لا مش هيكون انتهى ولا حاجه، هتلاقي الامور اختلفت. فبتلاقي انت لعبتك من تصريح زي كده، لا ده في مخلوق ليهم دوافع. انت كمان مش تفكيرك انك تخسر الدوري ولا تفكيرك انك تحسمه بشكل سريع او في وقت مش بعيد. لا، انت بتفكر في ابعد من كده، بتفكر في هدف ابعد من كده اللي هو الدوري اللا هزيمه.
دوري لا هزيمة. هو ده قال كده، ده قال في تصريحاته كده. ما هو ده فكرة الدوري التاريخي. ما انا بقول لك بالظبط، هو عايز لعيبة بتخلق، او ده انت كده بتخلق دوافع طبعا. يعني انت حتى لو وصلت لمرحلة انك خلاص الماتش الجاي ماتش سموحة انت هتكسب ان شاء الله باذن الله يبقى 17، انت كده عملت 17 نفس الرقم بتاعك، عدلت رقم انت. خد بالك انا قلت كلمة ودايما مصر عليها، النادي الاهلي بيحطم ارقامه. مظبوط، خد بالك دي كويس قوي، النادي الاهلي بيحطم ارقامه هو، لان هو الاعلى، هو الاعلى في المسابقه. تمام، فلما بيجي ينافس او بيدور على منافسه بيحطم ارقامه هو. فالنادي الاهلي مش هقول لك انه بينافس نفسه، لا، ده رقم هو اللي حققه، وفي النهايه هو اللي بيسعى انه يحطمه علشان ما فيش فريق تاني حطمه. فبالتالي انت لما توصل للرقم ده عايز خلاص انت عدلته ان شاء الله، الماتش اللي جاي ان شاء الله الماتش اللي بعده عايز تحطمه، عايز تكسره بقى. طب انت خلاص كسرته، ايه الدافع الجديد؟ ليه الدافع الجديد هو الدوري اللي هزيمه مثلا؟ دوري اللي هزيمه دوافع متجدده. النادي الاهلي زي ما بقول لك بخلص بطوله بدخل بطوله تانية. طب دي مباراه بالنسبه له، خلاص مباراه خلصت عايز مباراه تانية. طب ايه الدافع؟ طبعا النادي الاهلي ده ما بيلعب على المكسب، لكن خلاص انا عمال اكسب، عمال اكسب مثلا، يعني ايه الدافع؟ لا انا عايز اعمل دوري اللي هزيمه. وهتلاقي دوافع جديده بتتجدد كل ما بتمشي في اي مكان جوه النادي الاهلي، في اي، على فكره في اي لعبه مش كره قدم بس، دايما في دوافع بتتجدد. عشان كده دايما انت اللي في المركز الاول. ما هو لو انت اكتفيت بالوضع اللي انت فيه هتفضل ممكن ترجع المركز الثاني والثالث. مظبوط، بس هو ده سقف الطموح اللامتناهي اللي موجود في النادي الاهلي. طيب قبل ما ادخل بقى في الدوري، وعندنا احداث كتير عايزين نتكلم فيها وقضايا، لان فقره الاعلام دي والصحافه لازم نتكلم في قضايا طبعا، مش هنتكلم في فنيات بس. طبعا لسه بدري على مباراه الوداد المغربي، لكن شايف المواجهات دي ازاي؟ مواجهات صعبه طبعا، هنتكلم بتفاصيل لسه عندنا مساحه وقت انا عارف، بس بشكل عام كده لو هتدي اطلاله كده على مشهد دور نصف النهائي. هي مواجهات صعبه طبعا، لكن لابد لو احنا بقى بنتكلم اعلاميا، انا عايز اكلمك اعلاميا فيها كويس قوي. لو احنا بنتكلم، احنا دلوقتي فريقين من المغرب وفريقين من مصر هما اللي وصلوا نص نهائي. تاني بتتكلم لما نيجي نتكلم كدور اعلامي ان انا عايز اساعد فريقي كويس، ان لابد ما اكونش ليه عامل مساعد او اكون انا عامل مساعد في إثارة الجماهير على بعضها، وخاصة احنا يعتبر في مرحلة ممكن كمان هتلاقي في الوقت اللي احنا فيه وفي الظروف اللي احنا فيها قد يكون المباراة بدون جماهير في المغرب، وقد يكون هنا برضو نتمنى ان ده ما يحصلش، لكن قد يكون نفس الكلام. فممكن توصل الامور اعلاميا بقى، ممكن توصل الامور لحد التراشق وحد التشاحن على منصات السوشيال ميديا. ومش هو ده المطلوب. عايز تقفل انت الموضوع من بدري جدا. تعمل ضربه استباقيه فيما معناها، يعني موضوع ان الناس تفضل ماتش كوره، ان الناس تفضل تثير امور بتتكلم في اصل الكاف وقعد سعيد النصيري رئيس الوداد المغربي انه هيعوضه بالبطوله السنه دي. طب يا سيدي في فار. طب الكلام ده الراجل طلع قاله، وهو بيقوله علشان ما يكملش في شكواه ضد الكاف، لكن الراجل كمل في شكواه وطلع المحكمه الرياضيه وخسر دعواه. ففي النهايه الراجل ما قبلش بالعرض عشان يعوضوه. وبعدين ده كان في توقيت مستشري فيه الفساد شويه في الكاف، لكن لو لاحظت الامور اللي بتتعدل مش بتتعدل بالمزاج، خد بالك بتتعدل بالاجبار. تمام، بتتعدل بالاجبار، اللي هو الفيفا مراقب كل التصرفات. فبالتالي ما كان وعدا وعد سابق لن يتحقق في الحالي. فاحنا مش عايزين نمسك في الحاجات دلوقتي كاعلام، احنا عايزين اهم حاجه دايما الاعلام لازم يكون رسالته مختلفه عن السوشيال ميديا، صح؟ ده الطبيعي، ده الطبيعي، طبيعي ان انت المفروض تكون، لان عشان نكون على قدر الحدث حتى مع انت اللي بتثير الموضوعات اللي تشغل السوشيال ميديا، مش تشوف اللي بيتكتب السوشيال مشغول بايه وانت بتشتغل معاه. لان مش تقليلا من السوشيال ميديا، انا من السوشيال ميديا وانت من السوشيال ميديا، كلنا احنا اطراف اصلا، بس الفرق فكره ميديا. ان انت عندك مصادر، لكن فكره ان انت وكمان عندك اليات التوجيه. تمام، انت عندك اليات التوجيه، مش انت مش محتاج الجمهور، انت دارس، انت عارف بتقول ايه، انت بتتكلم، انت عارف ابعاد الكلام اللي بيتقال. ابعاد الخبر ايه بالظبط، وامتى هتقوله وهتقوله ليه وايه الهدف منه. يعني في اخبار مثلا بلاها بتتردد الفتره اللي فاتت، النادي الاهلي اتفق مع فلان ب 30 مليون جنيه في الموسم، صفقات الصيف اللي جاي ب 25 مليون جنيه في الموسم. يا جماعه فين الكلام ده؟ النادي الاهلي مفيش ارقام دي. انا بقول لك انا واحد من الناس بغطي النادي الاهلي بقى لي 15 سنه تقريبا، مفيش لاعب في النادي الاهلي خد الرقم ده في الموسم خالص، ولا اقل منه ولا اقل كمان. النادي الاهلي فيه فئات معروفه
فقصة انك تثير الامور اللي زي كده قد يكون قدام الناس انه خبر عادي، لكن قد يكون مفخخ. هو انت اشمعنى النادي الاهلي اللي بيطلع اخباره اللي بيطلع عليه مش اخباره اللي بيطلع عليه اخبار بالتفاصيل الماليه دي في توقيت ما هو كسبان؟ يعني ليه دايما وافضل سكواد افضل قائمه وافضل لعيبه؟ هو ليه دايما حتى استفتاءات اللي بتحصل على لعيبه النادي الاهلي الاستفتاءات اللي بتحصل بتكون ابطالها النادي الاهلي؟ اه بلاحظ بعد اي مباراه حتى لو انت كسبان يقول لك رايك كيف مستوى مثلا سيمين الناس او حسين الشحات او صاد او عين او بادجي او لا 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 دايما بلاقي ودايما بلاقي الاستفتاءات دي بتحصل في اللعيب اللي ممكن بيمر بحاله من انعدام الوزن عدم التوفيق. خلينا نقول يا سيدي اقل من انعدام الوزن وده شيء طبيعي بيمر بيه اي لاعب في العالم. ما شفتش حد مثلا عامل من القنوات ومن ايه رايك في مستوى مثلا اليو بادجي ان شاء الله يعني اليو ديانج اليو بادجي لسه بدري علي معلول انت ليه بتنقي الحاجه اللي ممكن يكون عليها جدليه شويه؟ حقك اعلام انك ممكن تعمل ده كويس، لكن ليه ما بتعملوش مع الانديه الثانيه؟ ما هو السؤال ليه دايما انت ليه عايز تصدر رساله او تصدر صوره معينه؟ عشان ايه؟ اقول لك عشان الترند ده اللي انا بكلمك فيه. دي ازمه كبيره للاسف. ده اللي انا بكلمك ازمه فيه. كبيره موضوع الترند ان انت ده. سايب انت سايب انت السوشيال ميديا هي اللي بتتحكم فيك. هو الموضوع مش برضو مش عايزين نقلبها لصراع قوه، هي الفكره كلها انت عايز ايه؟ هدفك ايه؟ باين انك بتعمل حاجه ممكن تعمل تفاعل، لكن لا وراها هدف تاني. لان خد بالك برضو احيانا وكثيرا يعني السوشيال ميديا بتطرح موضوعات مهمه جدا، انت عايز ايه؟ ممكن تاخدها ولا ما تاخدهاش؟ طبعا ما زي ما قلت لك احنا كلنا مين ما عندوش حسابات على السوشيال ميديا؟ كلنا اكتف وكلنا متفاعلين وكلنا بنقول اراء وكلنا بنتكلم، بس في النهايه انت بتتناول ايه كاعلام من الكلام ده؟ بتاخد ايه؟ اللي يخدم اهدافك انت اللي هي معروفه يعني معروفه ان لازم عارف انت اللي هو كرسي في الكلوب وخلاص اي حاجه عند النادي الاهلي، لكن احنا واخدين بالنا من الحاجات دي كويس خد بالك. طيب لكن مهم جدا لسه البطوله الافريقيه لسه في كلام كتير عليها وقدامنا لسه حوالي يعني طبعا شهرين طبعًا الا يعني أو بس لازم انت بتحضر لها من دلوقتي على فكره اكيد يعني طبعا النادي الاهلي بيقول احنا بنقفل الملف الافريقي وبنفتح الملف المحلي، ده الكلام ده اللي بيتقال طبعا في الاعلام، لكن طبعا المسؤولين في النادي الاهلي كعادتهم لا دايما بيفكر في كل تفاصيل البطوله الاهم بالنسبه له السنه دي. الماتشين هيتلعبوا في رمضان يعني بعد الفطار، من حسن حظ الانديه الاربعه ان المواجهات كلها عربيه فمفيش ماتش في النهار، مفيش ماتش في الصيام طبعا. يمكن الفرقه الوحيده يعني اللي هتعاني من القصه دي بيراميدز لانها هتلعب مع حوراي كوناكر الغيني فهتلعب في توقيت ممكن ما يكونش فيه زي بالليل زي الانديه العربيه مثلا. ده شيء جيد جاي في توقيت مناسب للكل؟ هو طبعا طبعا هو يسري للمسابقه واتمنى يعني يا رب يعني يرفع البلاء يعني وترجع الجماهير للمدرجات الاثنين على ان شاء الله هنا وهناك. هو هناك في المغرب خد بالك القرار لمده شهر يعني فكره عدم حضور الجماهير بسبب موضوع الكورونا ده في المغرب يعني القرار لمده شهر مش القرار عام. النهارده حتى او منذ قليل يعني حتى في ايطاليا اعلنوا قرار منع حضور الجماهير حتى 3 ابريل. انت عارف بيدوا توقيتات زمنيه لغايه ما يشوفوا الوضع بالنسبه لمنظمه الصحه العالميه. يا رب بس قد يمتد. لا ان شاء الله باذن الله على اول ما يكون الموضوع يا رب باذن الله. اتمنى فعايز اقول لك ان قد يعني الناس ممكن تشوف ان اقامه المباراه في ظل عدم وجود جماهير ده لا فرق شاسع. لا طبعا حتى لعيبه النادي الاهلي طبعا لعيبه النادي الاهلي احنا متعودين على كده. الاهلي كان بتلعب هنا من غير جمهور طبعا بس في ظروف استثنائيه وكان احنا سابقين الناس على فكره يعني العالم دلوقتي بيوصل للنقطه اللي احنا خدناها من 10 سنين احنا خبره في الموضوع ده وممكن نفكر نرجع الجماهير كمان الفتره الجايه. ده احنا ممكن نسبق بقى الناس ان احنا نرجع الجماهير وده يبقى العامل الايجابي الوحيد اللي حصل لنا في الموضوع ده. بالظبط كده. طيب لكن المباريات مباريات صعبه، ماتش الاهلي والوداد، ماتش الزمالك والرجاء، مواجهات صعبه جدا نص ومستوى كبير. طبعا نص النهائي كلهم حققوا البطوله قبل كده. حصلتش غير 4 مرات بس، السيمي فاينال عربي ما حصلتش غير 4 مرات بس. وعلى فكره بيسري يعني من قيمه المسابقه بيعدي المسابقه وكل واحد فيهم لو بصيت له لقيته تلاقيه مرشح. لكن طبعا النادي الاهلي مش على هو عشان النادي الاهلي لا هو المرشح الاوفر حظا ان شاء الله بعيدا عن اي كلام ممكن يتقال عن العود او اي حاجه. لا النادي الاهلي ان شاء الله كوره ماتش كوره في الملعب طبعا ماتش كوره في الملعب طبعًا. ولما تطبق تقنيه الفار ان شاء الله ما اعتقدش ان الكاف
هيدخل نفسه في اللعبة دي. لا ده العدالة ان في اقتراح لتنفيذ تقنية الفار في نصف النهائي. اتمنى. فده حاجة ممتازة يعني. انا مستني القرار بس خلال ايام ان شاء الله يعلن، يبقى حاجة ممتازة. اتمنى انه ده يحصل. وحتى لو ما حصلش، طب ما انت كان في ماتش صن داونز اللي احنا كنا قلقانين منه، بكاري جسام عمل الماتش هايل. فيعني عمل ماتش هايل، ادى النادي الاهلي حقه. وده صن داونز حقه. بالظبط كده. بالزبط. عشان بس محدش الاهلي ما بيتكلم عن التحكيم بشكل ايجابي، لان العداله اتطبقت في الملعب، مش عشان خد ايه وضده ايه، لا الأهلي العداله. النادي الاهلي بيتكلم بقى على المسابقه المحليه اكتر من نادى بتطبيق تقنيه الفار. النهارده اتطبقت في الدوري المصري. طب هي طبقت قبل كده في المباراه اللي فاتت، بس النهارده بقى الرسم. اول حاله ظهرت. تعليقك عن التجربه والقرار اللجنه الخماسيه، ولو في ايجابيات اكيد برضو لازم نقولها في حقهم، يعني ان هم خدوا قرار زي ده، ويمكن يعني مش هقدر اقول استثناء، بس بروتوكول الايفاب بتاع موضوع الحد الادنى وعدد الساعات الكورس، مصر عملت كورس مختلف وخدت الرخصه في النهايه. ده يعني عملت بروتوكول واقنعت الايفاب باللي تنفذ في مصر. دي حاجه تحسب لينا طبعا، دي حاجه تحسب لينا، وما نقدرش ان احنا نقول حاجه غير كده، وحاجه لابد ان احنا نستمر في نجاحها وانجاحها، ولابد ان احنا يعني نتغاضى. في فرق انك تضغط عن بعض الاخطاء اللي بتنتج في التجربه، لكن هنشاور بس يعني نتغاضى في النقد، انما احنا هنقول ده كان ممكن صح ده كان ممكن غلط، لكن لابد ان احنا نشجع الخطوه، لابد ان احنا نزيل اي معوقات للخطوه دي. خطوه محترمه جدا جدا، وتسري من المسابقه وتعلي من قيمتها وتشيل الحجج بقى اللي على مدار التاريخ انت بتسمعها دايما، احنا انت خسرت بالحكام انا كسبت بالحكام. لازم النغمه دي اكيد لازم تنتهي. طب الحاله اللي طبقها فيها الفار النهارده بالنسبه لمباراه الاسماعيلي والجونه، شفت التطبيق ازاي وشفت الحاله تنفيذها ازاي؟ يمكن بص اي حاجه في التطبيق في الاسابيع الاولى بالنسبه لي على الصعيد الشخصي مقبوله. حتى لو اتاخرت حاله دقيقتين ثلاثه، معلش اللعبة تستحمل والاجهزه الفنيه تستحمل، واكيد لجنه الحكام هتاخد بالها وتحط في اعتباراتها ان مثلا تقعد في الحلقه دقيقتين ثلاثه ده ممكن يكون كتير، لازم نسرع شويه، لازم نسرع الريتم شويه، لازم نتدرب اكتر علشان لازم التقنيه تشتغل. بس ده بيحصل في العالم كله على فكره. انا بقول لك بتقعد بالدقيقتين وبثلاث دقايق واربع دقايق. ما انا بقول لك انت في النهايه اصل الناس بتنتقد مستعجله. لا ده بيحصل، وانتوا اكيد الناس كلها بتتفرج على الدوريات الاوروبيه وبتشوف ان في حالات بتطول، فلا لازم يعني نصبر شويه علشان نلاقي الـ يعني ما نتبحش التجربه من بدري. احنا ما صدقنا ان دي تحصل خطوه، انا واحد من الناس وفي المكان ده شككت كتير انها تحصل. انا وفي اماكن كتير. اصل المده الزمنيه اللي الايفاب كتبها في البروتوكول بتتكلم في 3 شهور او عدد ساعات، بس عدد الساعات بتبقى مش اقل من 3 شهور. ما انا بقول لك انا واحد من الناس بعترف مصر طبقتها في مده قصيره. انا بقول اني في اوقات سابقه قلت ان صعب نطبق الفار، صعب التوقيت ده يتم فيه، صعب ان احنا نعمل، بس لا طلع الموضوع ناس اخذت على عاتقها ان هي تطبقه، وزي ما انتقدنا وبننتقد الناس دي في بعض الاداء سواء في المسابقات او في القرارات، لا لابد ان احنا نشيد بخطوه مهمه حصلت وهتزيد من قوه المسابقه الفتره اللي جايه. مصر تعتبر ثاني دوري طبق الفار في افريقيا. ده شيء بعد الدوري المغربي. شيء مهم. كان الدوري المغربي سبقنا بس باسبوع او اثنين. شيء مهم طبعا، وبنحمد ربنا انه حصل، ولازم كلنا كل عناصر المنظومه تقف مع الخطوه دي عشان تنجح باذن الله. طيب هنقفل الملف الافريقي زي ما الجهاز الفني بيشتغل. تمام. وهنفتحه في توقيته لما ان شاء الله يجي وقته باذن الله. ان شاء الله. لكن المباريات المحليه، اول حاجه يمكن في نقطه لازم اتكلم فيها. جدول الدوري لما تم اعلانه الفتره الاخيره اتحط بشكل مضغوط جدا، لدرجه انك مثلا راجع من جنوب افريقيا الاثنين عندك ماتش الاربع في الدوري. مش هتكلم عن المنافسين والمساحه الزمنيه، بس النادي الاهلي ايه ده درس لازم الاعلام يتكلم فيه، ان هو لم يعترض. أيوة. والتزم وجاله الدوري او جاله الجدول مبكرا، وهيشتغل عليه لغايه ما تخلص الاجنده يوم 31/3. وصل النهارده الفجر، هيتمرن بكره، ده هيتمرن ويخش معسكر. وعنده ام بالسبت، وبعد كده عنده الانتاج الحربي الاربع، وبعد كده عنده اسوان السبت. في اربع ماتشات في 10 ايام ولسه راجع من رحله سفر. النادي الاهلي وده مش اكليشيهات، النادي الاهلي ما بيصدرش ازمات. النادي الاهلي ارتضى بالوضع وما اعترضش. تمام بالظبط. ما حرصا على النظام.
بالظبط كده. النادي الاهلي هو راجع كل الازمات اللي حصلت الموسم ده بالنسبه للدوري. النادي الاهلي ما كانش طرف اساسي ورئيسي فيها، لا طلب تاجيل قمه ولا طلب كل. النادي الاهلي عمره ما هرب من ماتش طبعا الحمد لله. تمام، سواء انا ما اقصدش الهروب الاخير، لا انا اقصد على طول على طول. يعني فيلم الهروب النادي الاهلي دايما هو البطل، يعني دايما هو البطل اللي ما بيهربش من اي حاجه. فزي ما بقول لك النادي الاهلي بيحافظ دايما على النظام، بيحافظ هو اللي بيكون المحفز للناس لتطبيق اللوائح، هو اللي دايما بيقول يا سيدي طبق اللوائح، يا سيدي طبق اللائحه. واخد بالك النادي الاهلي لا يلتف على اللوائح، لا يلتف على القوانين. النادي الاهلي واضح وصريح ومش هو اللي بيعطل المسابقه. الناس المفروض تسجل ده، الناس بس الناس هتسجل ايه ولا ايه؟ احنا طول طول الناس هتسجل ايه ولا ايه؟ طبعا احنا على طول وتلاقي الناحيه الثانيه وتلاقي في اماكن ثانيه دايما عنصر المؤامره الكونيه هو اللي موجود، ودايما النادي الاهلي اللي بيتخدم عليه، ودايما النادي الاهلي اللي بيتشاف مصلحته فين، ودايما ودايما ودايما. في النهايه طيب ادينا راجع من جنوب افريقيا 24 ساعه وهلعب ماتش، بعدها بثلاث ايام هلعب ماتش. وما قلتش الكلام، انت قلت سموحه مريح من شهر ولا حاجه، ما بقولش الكلام ده، انا بلعب دوري مع الفرق جاهز. ولا طلعت قلت ان الزمالك جاي من تونس وانا جاي من جنوب افريقيا مثلا، وهو بعد بيوم وانا قبله بيوم بالظبط. ما طلعتش قلت كده. يعني انهي عقل وانهي منطق يقول ان انا اللي راجع كل الرحله دي؟ راجع الاثنين والمنافس راجع الحد ولا راجع السبت وهيلعب بعدي، واخد 24 مثلاً ساعه راحه وعايش حياته على الاخر، ولاعب قبلي ده لاعب قبلي، خد بالك من دي كويس قوي، لاعب في افريقيا قبلي، لاعب في تونس، وهيلعب في الدوري بعدي، وهو هنا يمكن من 48 ساعه مظبوط. خلاص ثلاث ساعات بينا وبين تونس وانا ما اتكلمتش، ولا احنا هنا في عناء، ولا احنا بنسجل مواقف، لا ما اتكلمناش خالص. بس اهم حاجه يعملوا النادي الاهلي مكمل الدوري، مكمل الدوري. النادي الاهلي عارف ان الدوري ده مهم جدا بالنسبه له، فالنادي الاهلي مش هيعترض على حاجه، لكن تبقى في حدود اللوائح. يعني ما تخليش بس الدماغ تروح لبعيد، انت هتعمل اللي انت عايزه بما يتوافق مع رغبات انديه ثانيه. تمام. والنادي الاهلي لا. طيب في نقطه مهمه كمان، النهارده احنا بنتكلم 9 مارس، المفروض خلال خمس ست ايام اعتقد يعني اداره المسابقات هتطلع الجدول بعد التوقف اللي جاي، يعني بنتكلم في الجدول هيعلن من 1 ابريل لغايه منتصف مايو. تتمنى وانا بتمنى والكل بيتمنى ان الفتره دي على الاقل نلعب مساحه محدده من المباريات بدون اي تاجيلات، عشان على الاقل لما تنتقل لمرحله شهر مايو تكون على الاقل متبقي في المسابقه 7-8 اسابيع او 7-8 مباريات. هيفرق كتير قوي على فكره مع انتظام المسابقه بعد كده، انك هتخش في شهر 5 عندك ماتشين سيمي فاينل، عندك مباراه فاينل الله اعلم ظروفها هتبقى فين وتوقيتاتها وشكلها هيبقى عامل ازاي، وعندك طوكيو في شهر 7، وعندك دوري لازم يخلص بالكتير على اول 6. فالمرحله اللي جايه بالنسبه لاتحاد الكره خالد ده مهم جدا، لازم نعلن فيه ولازم نركز عليه، ان الاتحاد لما يعلن جدول الدوري لشهر ابريل وحتى منتصف مايو يعمل مساحه جيده للمباريات وينجز عدد كبير من المباريات عشان ما يكونش في اي تاجيلات. احنا بنسال الاسئله دي بقى قد ايه؟ دايما عندنا ازمه في لجنه المسابقات. دايما بنحط المباريات بالقطاعي، يعني هو بينتظر تاهل الفرق وبعدين، يعني هو بينتظر الفرق موجوده ولا مش موجوده. والله عايز اسال سؤال بجد، يعني هو ايه الاضافه اللي عملها الاستاذ حسام الزناتي على اللي كان بيعمله الحاج عمرو حسين؟ بص، هو لما دخل اصطدم بالواقع، تمام، فابتدى التعديلات، تغييرات، مواعيد تروح وتيجي وبتاع، لكن في النهايه الكل في النهايه اجمع على ان اللي كان بيحصل ده طبيعي، لان اللي حصل قبل كده يعني مفيش حاجه جديده حصلت. ما هو احنا في النهايه دايما بقول لك ايه، دايما لما تيجي تتولى مسؤوليه اي حاجه اعرف انت ابعاد الكلام اللي بتقوله الاول. انت بتحاسبه مع التصريحات الورديه اللي اتقالت طبعا، ولا مع الارض الواقع اشتغلت؟ احنا قاعدين كل شويه مستنيين 3 4 اسابيع للدوري يتم اعلانهم، 5 اسابيع يتم اعلانهم. طب احنا خلاص المواعيد كلها لغايه الاسبوع 20، لا المواعيد كلها بتاعه افريقيا خلاص وضحت، ما عادش فيها خلاص. المفروض لما تيجي تحط لي المسابقه جدول المسابقه تحطه للاخر، صح ولا غلط؟ خلال 5 ايام بكتير هيعلن الجدول للاخر. للاخر ده طبيعي، ما ينفعش ان اجيب مثلا 3 4 اسابيع ما عادش فيه مبرر، لان المواعيد خلاص كلها اعلنت. يعني كله عرف المواعيد امتى، سواء بيراميدز او الاهلي او الزمالك، الذهاب والاياب بقى معروف، ما بقاش مبرر انك طب مباراه القمه الثانيه هتلعب امتى في توقيتها المفروض، هي المباراه من الاسبوع الرابع. تمام، اولا بص، مباراه الاهلي والسموحه دي الاسبوع الكام؟ بتتكلم في الاسبوع ال 18 صح غالبا،
انا قدامي اهو الجدول الدوري ده الاسبوع ال 18 الاهلي وسموحه ده الاسبوع ال 18 يعني ده اول اسبوع في الدور الثاني تمام لان الاسبوع 17 نهايه الجدول انت بتبدا فانت هتلعب 18 19 20 الاسبوع ال 21 اللي بعد التوقف الدولي مباراه الاهلي والزمالك هتتاجل ولا هتتلعب؟ ما هو المنتخب هيخلص الاجنده 31/3 انا ما بسالكش انا بسال بس المسؤولين ما انا بحط المواعيد معاك يعني بص الاجنده الاجنده هتخلص 31/3 ولا نعرف راي الراي يعني محترمنا كام يعني نبعت نادي الزمالك مش احنا الاهلي لجنه المسابقه تبعت نادي الزمالك موافقين ولا الاول لا ما عادش المفروض 31/3 الاجنده هتخلص الطبيعي كمان خمس ايام لما يعلن باقي جدول الدوري انت بتتكلم في 5 ابريل او 6 ابريل مباراه القمه اتمنى ده الاسبوع ال 21 اتمنى لازم الامور دي تتحسم بدري ولو انت عايز تاخد اراء الانديه خد اراء الانديه خد اراء ما فيش هياخد اراء ليه هو هيحط الجدول بتاعه الطبيعي المعتاد طب ما احنا بنحط الجدول الطبيعي المعتاد وفي الاخر ما بتلعبش لا ان شاء الله خلال خمس ايام هيعلن باقي الجدول وهيبقى الامور ماشيه كويس بس انا اتمنى الجدول يبقى منتظم لان الاهلي ان شاء الله باذن الله حتى نهايه ابريل لو ماشي بنفس المعدل ودوري التاريخي ان شاء الله باذن الله بمعدل انتصارات يدخل بقى مرحله السيمي فاينل وهو مريح ومخلص الدوري طبعا بالزبط. طبعا وانت عندك في نقطه مهمه عايز اتكلم فيها بعيدا بقى عن التاجيلات واللي مين بيجي ومين بيروح ومين ما بيروحش المباريات عايز اتكلم في الفكره اللي عملها ريني فايلر في النادي الاهلي اللي هي ان الراجل ده لازم ياخد حقه لازم ياخد حقه مش مباراه سموحه الاختبار الحقيقي الموسم بيخلص الموسم بيخلص وبتلاقي في الاستديوهات المباراه القادمه هي الاختبار الحقيقي للفايلر ثم الراجل يعديها يقول لك لا الدوري سهل المباراه الجايه لو الاهلي اتاهل من افريقيا هو ده الاختبار الحقيقي اللي هيعديه يقوم فايلر يتاهل من دور المجموعات يقول لك ده كان هيخسر من الهلال ما ينفعش هو الاهلي اتاهل بس الاهلي قاريا غير محليا طب ما ليفربول محليا غير قاريا مثلا طب ليه بكسر من اتلتيكو مدريد طب تيجي تقول له خلاص مفيش مشكله عايز انهي اختبار حقيقي حاضر يقول لك هو ماتش صن داونز هو اللي طلعك وانت اللي عندك مباراه ساريه ولازم تشوف هيعمل ايه ففايلر او نادي الاهلي يكسب مع فايلر صن داونز مباراه الذهاب 2-0 لا انت هنا لسه في مصر لسه هناك لا روح هناك وخلاص هو ده الاختبار الحقيقي راح الراجل الاختبار الحقيقي هناك فتأهل من هناك وفرض اسلوبه هناك لقيت بقى كميه فعلا تقطيع في الراجل يقول لك لا لسه ما عندوش الخبره الافريقيه طب هو الراجل هياخد البطوله لسه ما عندوش الخبره الافريقيه امتى من وجهه نظر سيادتكم هتكون الراجل ده بيعدي اختباره الحقيقي على فكره احنا كنادي اهلي وكجماهير النادي الاهلي وكنقاد المفروض بنعمل العقل شويه احنا عارفين ان الراجل ده انا واحد من الناس وقلت في المكان ده وقلت كذا مره انا مقتنع ان الراجل ده تجربه مستقبليه هايله واستنساخ من تجارب مهمه ومحترمه للمستقبل ان شاء الله وانك الراجل وهو ده الكلام ده من ثالث او رابع اسبوع ليه مع النادي الاهلي لان المفروض اللي بيفهم في الكوره او اللي ملوش غرض خلينا نقول ده كويس اللي ملوش غرض هيعرف الراجل بيشتغل ازاي لما الراجل يحولك وخلينا بس نكون واضحين وواقعيين لما النادي الاهلي جه يكون فريق ياخد بطوله افريقيا دور على معظم اللعيبه اللي تتمتع بشخصيه النادي الاهلي شخصيه النادي الاهلي اللي هو الملعب طبعا وبره الملعب اللي ما بيدافعش كتير اللي دايما بيجيب جون واثنين وثلاثه اللي هو معاه الكوره وهو صاحب الكوره تنفيذا في الملعب كمان هو المتحكم في الامور هو المسيطر هو اللي بيكسب هو اللي كده هو اللي ما بيحسش بصعوبه كبيره جدا في انه يكسب فده اكيد زي ما انت جبت لعيبه عندها شخصيه كان لابد انك تشوف واحد شخصيته متوافقه معاك وده مهم جدا انت عندك لاسارتي خدت معاه الدوري لكن برضو بصعوبه وكان في احيان كتير جدا دفاعي ودفاعي في الدوري ليس تقليلا منه لكن مش شخصيتك مش فرد شخصيه الاهلي على الناس مش في الملعب شخصيتك لكن لما بتجيب مدير فني وتلاقي اللعيبه اللي جت منهم رمضان صبحي قيمه كبيره رمضان حسين الشحات قيمه كبيره محمود كهرباء قيمه كبيره في لعيبه كتير لو دورت مش هتلاقيهم موجودين اصلا يعني ما كانوش موجودين في الفتره الحاسمه اللي النادي الاهلي عدى فيها نص نهائي اللي انا عايز اوصله لك
ان شخصيه النادي الاهلي بقت مفروضه في الملعب باي 11 لاعب، وهو ده المهم. المهم ان النادي الاهلي تيشيرت هو اللي بيلعب، هو الموجود. وصل ان كل اللعيبه دي جواها يقين ان انا النادي الاهلي، هو ده مهم. ان انا النادي الاهلي طبعا. بص على اللعيبه هتلاقي اللاعب ما بيقبلش الخساره بسهوله، عشان كده الحمد لله ما شاء الله وتستمر في الدوري في بطوله افريقيا. ده ما كانش موجود، انت افتقدته لفتره من الفترات. خلينا نكون واقعيين، مع كارتيرون افتقدته، مع لاسارتي افتقدته. كارتيرون دي اسلوبه المعروف، بغض النظر هو بيدرب الزمالك دلوقتي، لا انا بتكلم عن تجربته مع الاهلي، انا بتكلم عن تجربته مع الاهلي. ليه؟ راجل وصل معاه نهائي افريقيا بجيل مع احترامنا الكامل ما كانش هو الجيل القوي جدا، لكن الراجل بيلعب على التامين الدفاعي، وثم يلعب على الكره الطويله، مستغل واحد مثلا خبره وليد سليمان او ايا كان، ثم بيلعب على اخطاء المنافس. يعني هو دايما بيكون رد فعل. اللي انت بتشرحه ده على فكره مهم جدا في مرحله، واعتقد ان شاء الله حلقه من الحلقات هنحاول نقدمها لمشاهدينا وكل جماهيرنا في كل مكان. انت بتتكلم في جزئيه ان في مره فريق الباير اقال مديره الفني، انا مش بس مش متذكر الاسم دلوقتي، هحاول اعمل احصائيه عن هذه الموضوع، عن هذه الجزئيه. هينكس تقريبا انت عارف اقاله ليه؟ ما كانش فكره بطولات ولا انجازات، لا بالعكس الفريق كان بيكسب، ما كانش بيلعب الكره الجميله بتاعته، وده اثر على السيزون تيكتس اللي كان بيتحجز بيه عشان تحضر الجماهير في الملعب، واثر على الناحيه الاقتصاديه والناحيه الماليه كموارد ماليه بتخش في النهايه. لما راجل خد بالك، بس في النهايه لما احتاج يجيب يرجعه تاني وخد بيه بطولات، خد بالك انا فاهم، بس وقت ما اقاله عشان الجماهير بقى فيها عزوف عن الحضور في المباريات، لان الباير ما بيقدمش الكوره الجميله اللي معروفه عنه. فدي المدرسة اللي انت بتتكلم فيها، ان انت في اندية كبيرة لازم يكون لها شخصية. ارجع كده بالتاريخ، البافاري، فريق الباير، الاهلي، الريال مع زيدان غير مع اي مدرب تاني. استحضر الحالة اللي كانت بتبقى بعد مباراة الاهلي اللي بيكسبها في الدوري بصعوبة مع كارتيرون ومع لاسارتي، كنت تلاقي كنا نطلع نقول يا جماعة طب احنا كسبانين، الناس زعلانة ليه؟ ده كان بيحصل بالظبط كده، كان بيحصل. احنا كسبانين، انت بتاخد انت اللي زعلان ليه؟ طبعا كان قبل ماتش صن داونز وقبل نهائي افريقيا 3-1 3-0. الناس زعلانه ليه؟ عرفنا بعدين الناس، طب احنا عارفين ان الناس زعلانه عايزه النادي الاهلي يكسب، بس يكسب باداء جمالي، لكن في النهايه برضه انت كسبت. فلما لقيت بقى الوضع ده متغير مع الراجل اللي معاك دلوقتي، بتكسب وباداء وباهداف واكبر عدد من الاهداف بيحصل، واصبح الجماهير عندها فكره. طبعا جماهير بتشتاق للاعيبتها نجومها، شيء ما بينها، بتشتاق لرمضان صبحي، بتشتاق للنجوم طبعا، لكن بقى عنده اطمئنان فلان غاب يا رب يرجع بالسلامه طبعا، لكن في غيره، في نظام، في منظومه بتادي فكر المدير الفني. مظبوط. هو الراجل برضو لما جه وبيتكلم، لو الناس بس تركز، الراجل ده على فكره تصريحاته محسوبه جدا جدا، ومعروف عنه في الاعلام السويسري كده، لما بيطلع بيتكلم ما بقولش اي كلمتين وخلاص. سيزا المدرب المساعد بتاعه كان ليه تصريحات امبارح، ديفيد سيزا طبعاً. شوفوا وهو بيتكلم بيقول لك لما جالنا العرض احنا عملنا ايه؟ احنا ذاكرنا النادي الاهلي كويس جدا، عرفنا تاريخه، وتصريحات لاول مره، عرفنا طريقه لعبه، عرفنا الاجواء في افريقيا عامله ازاي، الناس بتحضر قبل ما تجيلك وشغاله ترس، اشتغل على طول. تمام. ده معناه ان الناس بتخطط لكل حاجه بتعملها، دول المجموعه دي بتخطط لفريق. هو نفسه فايلر نفسه في التصريحات في المؤتمرات الصحفيه بعد المباريات كان بيقول انا ما عنديش فكره اللاعب المركز الواحد. تمام. يعني ما عنديش مثلا واحد ممكن بيلعب باك شمال مش ممكن العبه باك يمين عادي، عنده هو عايز لاعب عنده ادوار متعدده، يقدر في ضغط المباريات يقدر يعمل مرحله التدوير اللي هو بيعملها. دي افضل مرحله النادي الاهلي بيعمل فيها تدوير يمكن على مدار، بلاش نبالغ، خليها اخر 10 سنين. بتعمل مرحله من التدوير، التدوير اللي هو مش انا النهارده ضامن او هلعب مباراه سهله فهنزل 6 لعيبه يلا وخرج 6 لعيبه من التشكيل الاساسي. لا. النادي الاهلي ما بيعملش كده مع فايلر خالص. ده وراجع كده برضو تاريخيا لما كنا بنعمله كنا بنعاني عشان نكسب وكنا بنخسر. لكن التدوير بقى معمول عندك زي ما يكون بخريطه بحساب. النادي الاهلي مع فايلر ما تعرفلوش تشكيله.
مظبوط. ودايما اساتذه الاستوديوهات التحليليه مع احترامنا الكامل ليهم اول كلمه بتتقال لك علشان ينتقد لك اي مدير فني ده زمان يقول لك مفيش تثبيت للتشكيل، الفريق ملوش هويه دلوقتي، مفيش ولا واحد بيعرف تشكيل النادي الاهلي قبل الماتش والنادي الاهلي هو بنفس الشكل. فعدم ثبات التشكيل الجزئيه دي كانت تفرق دايما في ثبات المستوى، لان عدم ثبات التشكيل هياثر على المستوى. ايه رايك ان هو ثبت المستوى؟ يمكن ساعات بيكون افضل. ما هو لما اتسال السؤال ده قبل كده على فكره ثبات المستوى رغم عدم ثبات التشكيل، قال لك لان انا بشتغل على التحضير الذهني وعمل التركيز مع التيم بالكامل، ما عنديش حاجه اسمها اساسي واحتياطي. وبشوف مين اجهز لاعب للمباراه اللي هلعبها. حسب كمان المنافس. خد بالك مظبوط. يعني اجهز لاعب نفسيا وبدنيا للمباراه. هو مين كان هيتوقع؟ مين كان يتوقع؟ ان ايمن اشرف يلعب باك شمال على حساب علي معلول في مباراه الاهلي السوداني. مظبوط. وهو اصلا ايمن اشرف بقاله كام سنه بيلعب اصلا سيرد باك. مين كان يتوقع ده؟ ومين اللي شاف ان التوقيت ده انا عايز فيه ايمن اشرف وهو اللي ينفع؟ وفعلا ايمن اشرف عمل مباراه من مباريات عمره. مين اللي قعد، خد بالك، مين اللي قعد ياسر ابراهيم فتره طويله جدا بعد ما كان بيشارك ما بيشاركش، ولما رجع بقى بالمستوى اللي انت شايفه ده، احنا شايفينه ايه، كان قاعد مع الرغم ان في نفس التوقيت بيتقال كتير جدا ياسر ابراهيم طلب الرحيل من النادي الاهلي، ياسر ابراهيم مش طايق يقعد. انت بص، انت صاحف ورئيس قسم الرياضه بتبقى عارف المانشيتات بتبقى جاهزه في حاله بس استرسل بس الجزئيه دي. اتقال ايه؟ كلام كتير جدا اتقال ان ياسر ابراهيم بيحضر انه يمشي من النادي الاهلي. في نفس التوقيت كانت بتطلع صور وفيديوهات للراجل وهو بيتكلم مع ياسر ابراهيم وبيخصص له اجزاء معينه في التدريب على حاجات معينه هو عايزها منه. اكيد. وفي الاخر لما وصل ياسر ابراهيم لنفس المرحله دي بدا يعتمد عليه كلاعب اساسي ومحوري في النادي الاهلي. ادي ياسر ابراهيم اللي كان بيطلب الرحيل للنادي الاهلي. ده كلامهم. ده بناء على كلام اللي اتقال وقتها. لكن دلوقتي ياسر ابراهيم من اهم الاعمده الرئيسيه في النادي الاهلي. هي دي الفكره اللي بكلمك فيها، ان الراجل ده مش جاي ياكل عيش، مش جاي يقضي يومين ويمشي، الراجل ده بيعمل فريق للمستقبل وللحاضر. انك تخطط المستقبل يا استاذ محمد وفي نفس التوقيت تحقق بطولات، هو ده التحدي الاكبر. التحدي الاكبر طبعا، ولو لحد دلوقتي نجح فيه. ثم وانت بتعمل ده فايلر ما اختارش غير اثنين في الشتاء، بادجي وكهربا. صح. انت بتتكلم على الكواليتي اللي بيشتغل بيه. هو رجع جه اشتغل بالمجموعه الموجوده قدامه وابتدى يطور في مستواه. تمام. في حد كان بيقول لي وانت عايز يختار ال 30 لعيب؟ لا يا سيدي، مش هختار ال 30 لعيب، بس ممكن بيختار 10 لعيب. اللي هو عايزه. هو حق المدير الفني يختار كل اللعيبه على فكره. فانه يجي ونفس المجموعه دي تتطور اداء وعقليه، لا ده شغل مدير فني وفقته صار جدا، وبيقول ان ده مدير فني عالي، مدير فني فعلا بنوجه الشكر للي اختاره. وزي ما انتقدنا فكره او تواجد لاسارتي، لا لابد ان احنا نشيد باللي اختار فايلر وقت ما اختاره واعلنه. انا فاكر في كلمه مميزه للشخص ده، ملوش سي في، قال لك بنشتغل على مدرب مشروع. بس خد بالك الكلمه دي جديده على الاجواء في مصر. برضو دي جزئيه عايزه حلقات على فكره، انت برضو من الفتره الجايه محتاجين نشتغل على فكره ان احنا نقدم للناس محتوى بيتكلم عن علم الكوره، علم الرياضه، علم الكوره. ولابد انك تقابل بص الكوره دلوقتي بقت عباره عن انت بتجيب شركه عباره عن جهاز فني. بص في محاولات دايما لما بتكون انت متقدم بفارق كبير عن بعض المنافسين بيحاول عناصر تفوقك دي يشككك فيها. فانت لابد انك تكون عارف عناصر مقاوماتك ايه وتشتغل عليها وتعليها وتحميها. وتعليها وتحميها طبعا. انك ما تخليش حد يوصل فكره ان فايلر بيعمل كده مثلا في الدوري عشان الدوري ضعيف. ده غلط. لا، ده واجبنا ان احنا، لا، الدوري ايه اللي ضعيف وكل الفرق اللي فيه يعتبر وصلت للمراحل المتقدمه في كل البطولات اللي مشاركين فيها. مظبوط. والنادي الاهلي متفوق عليهم، خد بالك من دي. ده مهم. متفوق كمان بنفس الارقام بالنتائج طبعا. طبعا. انت مش خلصت الدور الاول؟ كسبان كل الفرق 16 ماتش، بتتكلم في ماتش واحد بس. لا انا كسبان كل الفرق. مؤجل. يعتبر كسبان كل الفرق. لا، والمصري كسبته. انت بتتكلم اصلا الماتش الجاي ماتش سموحه، بتتكلم انت بالزبط. خلصت الدور الاول وكسبان كل الفرق اللي في الدوري. بالظبط. ماتش انبي بس اللي مؤجل. صح. مظبوط. انت المفروض انت فرضت سيطرتك على كل فرق الدوري. فبالتالي هما دول الفرق اللي برضه متقدمين في افريقيا، ولا هما خارجيا غير داخليا؟
واحنا داخلين غير خارجين على حسب بقى الاهواء. بالظبط على حسب الاهواء. طيب انت عندك ماتش سموحه يوم الاربعاء اللي جاي، انت بتتكلم في بعد بكره، انت عندك غيابات طبعا مليون في المية هيبقى فيه غيابات، فانت بتتكلم مثلا يعني جيرالدو في اصابه في الكهل، هيعمل اشعه بكره الصبح ان شاء الله ونطمئن عليه ان شاء الله. علي معلول اجايبه ادى مباراه دفاعيه كويسه جدا على فكره جيرالدو، ده كان حاجه فوق الوصف بصراحه، مباراه اداء دفاعي. فايلر بيعرف يستفيد بجيرالدو في بعض النقاط. امتى؟ امتى وفين وازاي والمده قد ايه؟ وده ذكاء من اي مدرب. ادى مباراه دفاعيه كويسه جدا في المباراه، ده حقيقه، استغل السرعات بتاعته وازاي قدر يسند مع احمد فتحي، واحمد فتحي عمل مباراه بصراحه كبيره كمان، ادى نفس للفرقه لما بتلاعب كل الافارقه اللي عندك في بدايه المباراه زي كده، اكيد بيدي نفس للفرقه ان هي تكمل لاخر الوقت، فكان له دور كويس قوي. طيب علي معلول اجايين بتولي، انت بتتكلم في اجهاد عضلي، هنشوف بكره ان شاء الله في المران بعد المعسكر بعد اعلان القائمه هيبقى ايه الوضع. فتحي السوليه ممكن ياخدوا راحه، مباراه سموحه ممكن تشوف يعني وجوه جديده، تتكلم في دفع بعناصر جديده. تصورك لو انت بتعمل التشكيله المتوقعه اللي دايما محدش فينا بيعرف يوصل لها في النهايه. لا عمر ما هقول تشكيل مع فايلر، بس الفكره في ان هو ما عندوش اصلا، يعني هو ما خللناش وجوه جديده، هو كل القايمه يعتبر لعبت مع فايلر مباريات كتيره بالظبط، بس تقريبا محمود وحيد ما شاركش كتير، واعتقد ان هو الفتره اللي جايه هيشارك. يعني فكره ان كل اللعيبه اللي في قائمتك رجعها في الملعب، يعني انت ما عندكش 15 لاعب بتعتمد عليهم والباقي انت مخرجه بره المنطقه. الفكره كلها هي حجم الغيابات بتاعتك تبقى قد ايه، وهو هيتعامل معاها قد ايه، هيتعامل معاها ازاي. نتمنى ان هو يقدم لنا صوره زي الصور اللي كان بيقدمها لنا الفتره اللي فاتت، وكان بيفاجئنا على فكره. وعلى فكره خد بالك، زي ما احنا بنتفاجئ المنافس كمان هو بيتفاجئ. المنافس كمان بيتكلم في سموحه كابتن حماده صدقي، اي منافس بيلعبك هو بيتفاجئ بالتشكيله اللي انت بتلعب بيها. بس خد بالك الدوري كان متوقف بقاله فتره، وسموحه ما لعبش من فتره طويله. ده تاثيره ازاي على المباراه؟ فريق راجع من سفر وبيلعب في افريقيا، وفريق تاني مريح في الدوري بقاله اكتر من حوالي بتكلم في 3 اسابيع او شهر. هو ده ممكن يكون سلبي وممكن يكون ايجابي بالنسبه لسموحه، لكن ممكن يكون هو طبعا المباريات اللي قدام ايا كانت مش هتوصلك لنفس المستوى البدني والفني. بس ده ممكن يقابله شويه بدنيا الاجهاد البدني اللي عند الاهلي، خد بالك من دي. يعني ممكن ما تحسش بفوارق بدنيه كبيره. ليه؟ لان هو مثلا معاك ان هو سموحه ما وصلش بدنيا للتوب فور، لكن انت برضو الاجهاد اللي انت فيه ممكن برضو ما يوصلكش للتوب فور. يعني هي دي ممكن المنطقه اللي انتوا الاثنين تتقابلوا فيها، انا تعبان يعني انا مجهد او مش عارف اوصل ل 100% لاني تعبان، وده من كتر الراحه اللي هو فيها من راحه الضغط المباريات، فممكن في منطقه تتقابلوا فيها اللي هي النفس ممكن شويه يبقى يعني لحد اخر 90 ده هيبان مين الاجهز في المباراه. متشوق تشوف ماتش الاهلي في الدوري بالفار؟ هو النادي الاهلي دايما النادي الاهلي، انت بغض النظر فار من غير فار، انت دايما جماهير النادي الاهلي متشوقه، انا جماهير النادي الاهلي عايزه تشوف النادي الاهلي في كل يوم. كل يوم. بس خد بالك اول نادي طالب بتطبيق الفار كان النادي الاهلي. فاكر انت البيان اللي طلع يوم 10/6/2019، البيان التاريخي اللي اتعمل، وساعتها اتحاد الكوره رد ببيان وقال ساعتها ايام المهندس هاني بوريده لما كان رئيس الاتحاد، قال لك النادي الاهلي مشروعه وعنده كل الحق وهنحاول نشوف تطبيق التقنيه، بس مفيش وقت يناسب الكلام ده دلوقتي وان احنا هنعمل الكلام. احنا بنفكر بس الناس ان اول طالب بتطبيق التقنيه كان النادي الاهلي وقتها. ما هو طالما ده طلب بيصب في انا نفسي متشوق اشوف التقنيه بقى في مباراه الاهلي في الدوري. طالما ده طلب بيصب في مصلحه المسابقه ومصلحه النظام المسابقه، لازم النادي الاهلي يكون اول من يطلب. طب هو الفار بيطبق العداله ولا جزء من العداله؟ لا جزء من العداله. جزء من العداله. طب بص، طب ليه مش العداله الكامله؟ مفيش عداله كامله اصلا. مستحيل. العداله كامله فوق. لا طبعا. انما مستحيل تلاقي فيها عداله كامله. أكيد. مستحيل. لا مفيش حاجه اسمها عداله كامله في كل مكان، يعني مش في الكوره بس، في الدنيا بشكل عام مفيش عداله كامله، لكن انت بتحاول تطبق او توصل لاعلى نسبه من العداله. اعلى نسبه من العداله. ده اللي نقدر نتكلم فيه. طب لو الفار اتطبق وفي لعبه طبعا غير صحيحه والفار عدل اللعبه، هل هنا انت لو الفريق اللي كان هيستفيد بالخطا مش كده اتظلم؟ لا اتظلم ايه؟ انا بناقشك في جزئيه عارف كانت بتتناقش على فكره من فتره قريبه حتى في بعض القنوات الاوروبيه تعليقا على الاحداث اللي بتحصل في الدوري الانجليزي. عارف طبعا فاهمك. يعني مثلا في التقنيه، طبعا التقنيه في الدوري الانجليزي ليها معيار معين الايفاب بيحاول قدر الامكان يعني يعدل فيها كل شويه. اللي هو الاوفسايد على السنتي ملي والملي وبوز الجزمه والجو اللي انت عارفه ده.
لكن فكره ان الفريق لو جاب جون والجون اتلغى نتيجه ملي او سنتيمتر، انا مع ده. انت مع ده؟ اه مع ده. مش هتبقى عداله دي؟ لا ليه؟ ليه؟ ما هو انت طبقت الفار وطبقت التقنيه، فين متعه الكوره؟ لا متعه الكوره ما بتطبقوش. اه انت تقبله باحكامه، وانا شايف كده هو ده احكامه. تقبله باحكامه طبعا، يا تاخده يعني تاخد التطبيق او مميزاته بعيبه كلها، يا ما تاخدهاش. يا ما تاخدهاش. لا مش هنقي، مش احنا عاجبنا دي هناخدها ودي لا، هو على بعضه كده. طيب وانت بتطبق تقنيه الفار وفجاه وانت شغال لقيت مثلا ان الحكم خد القرار بحكم الفار من غير ما يعرض على الشاشه، وده النهارده حصل اعتقد في لعبه بالنسبه لماتش الاسماعيلي. لا وارد على فكره، وارد على فكره. انت لا انت بتحبذ ان اللقطه تتعرض للمشاهدين؟ لا سيبك من الملعب، انا مش بتكلم على الملعب. هو المشاهد اصلا على فكره، المشاهد بتتعاد قدامه 3 4 20 مره، بتتعاد قدامه على التلفزيون اصلا، وساعات بيبقوا شايفين هي اوفسايد ولا لا، ونقعد نشوف بالملي وبالسنتي وبتاع. فانا لا مش مع كده خالص على فكره. انا مع الاليه اللي تكون سهله وبسيطه لينا احنا كمصريين، عشان زي ما بيقولوا كده نمشي الامور، لان احنا بنطبق تجربه لاول مره بنطبقها ونادينا بيها بشكل او بشكل متكرر، فلابد ان احنا نساندها علشان تمام. بعد كده التطوير يجي بعد يعني واحده واحده. يعني ان احنا نوصل، مفيش حد بيوصل ل 100% مره واحده. وهم برضو حكام معذورين على فكره، معذورين لانهم برضو خدوا الكورس مضغوط وكان تحدي كبير، بس نجحوا فيه وخدوا الرخصه وده نجاح ليهم طبعا بصراحه. بس ممكن هتلاقي تاخير، هامش خطا مقبول هيحصل، ده ممكن طبعا متوقع تمام، بس احنا في ظهرهم لغايه لما الامور تبقى بنسبه 100%. هو ده على فكره، هو ده اللي بيعمله النادي الاهلي دايما. دايما النادي الاهلي من اهم الكلام اللي بيطلع بيقوله احنا بنساند، بينجح كل العناصر المنظومه، بنساند المنظومه، بنساند التحكيم المصري. لكن لو حس بميل او هوى بيطلع على الفيفا. انت اكيد. طيب اختم معاك في الخمس دقائق الاخيره من الحلقه. المنتخب اعلن قائمه المحترفين، صلاح، تريزيجيه، حجازي، كوكا، استبعاد النني. تعليقك على الاختيارات، وهل منطقيه ولا كلكت عليه في اضافه لعيب او بتاعه؟ في الاخر طبعا وجهه نظر فنيه، بس الاعلام رصد ده ازاي؟ لا انا لقيت فعلا وطرح منطقي شويه، كان النني بيروح المنتخب وهو احتياطي في ارسنال، ولما بيلعب مع بشكتاش بشكل كبير، وفي كل الكلام، انا مش متابع الدوري التركي بالمناسبه، بس كل الكلام اللي بيجي من الاعلام التركي عن تجربه النني والمدير الفني عن النني كلام كله ايجابي. فمش عارف هل الجهاز الفني شاف اصلا مباراه النني وحكم؟ طب هل النادي الاهلي او هل المنتخب الكابتن حسام بدري زي ما كان بيفكر انه يروح يبص على صلاح، كان فكر انه يروح يشوف اللعيبه الثانيه؟ مش عارف يعني، ممكن حاسس ان قد يكون في بعض الظلم لبعض المحترفين ان هو ما تشافوش كويس. يعني الكابتن حسام بدري كان في الاول تم انتقاده انه حتى ما بيروحش المباريات هنا في الدوري، ولما الانتقاد ده زاد كان بدا يروح. فانا شايف قد اكون مخطئ ان في جزء من التقصير في متابعه المحترفين. لكن استبعاد النني تتفق معاه ولا تختلف؟ انا شايف ان هو ممكن ما يفرقش كتير، مش هيضيف كتير، مش هيفرق كتير دلوقتي. يعني خلاص، انا واحد من الناس مع فكره ضخ دماغي. هو يبدو ان الاختيارات الجايه كلها هتتكلم في 90% من الدوري المحلي، يا ريت. انت بتتكلم في 4 محترفين يعني بس. انا بقول لك انا عايز تجارب جديده مع المنتخب تمام الفتره اللي جايه ان شاء الله. استاذ خالد الاتريبي انا بشكرك شكرا جزيلا. شكرا يا استاذ، وبالتوفيق دايما يا رب، وان شاء الله دايما متفقين معاك في فكره الكواليس والافكار كده، والبعض الرؤى اللي انت بتشوفها بالنسبه للنادي الاهلي في الفتره اللي جايه ان شاء الله باذن الله. شكرا جزيلا ليك. شكرا استاذ محمد. شكرا جزيلا. فقره كانت مهمه جدا، لان بالتاكيد مهم جدا نطلع على ما يكتب وما ينشر في الاعلام ووجهات نظر الاعلام والنقاد الرياضيين بالنسبه للاحداث الحاليه. وبالطبع الفتره الجايه احنا داخلين على معترك مهم جدا، حسم الدوري في منتصف مارس في شهر ابريل، ده شيء مهم جدا، لان كمان عندك معترك افريقي، مباراة الوداد المغربي إن شاء الله في أول من شهر مايو. هيجي الوقت وهيجي والأحداث هتتوالى وهنتكلم، ولسه عندنا كلام كتير بالنسبة للأحداث الإفريقية بالنسبة للفترة الجاية. لكن كل التوفيق يا رب للنادي الأهلي في المشوار المحلي، غلق صفحة المشوار الإفريقي، ومباراة سموحة هي البداية من يوم الأربعاء القادم. بشكر حضراتكم على حسن المتابعة والمشاهدة، والتقي بكم إن شاء الله في حلقات أخرى قادمة من برنامج الأهلي الليلة. شكرا وإلى اللقاء.